مش هوديكي. يعني ايه مش هتوديني؟ احنا كنا متفقين. ورجعتي في كلامي ومش هوديكي. بعد اللي سمعته في الكافيه، حد يقول كده لاخوه في الكافيه؟ يا شيخة اتقي الله، ده انت شايله. انت لو ما ساعدتنيش والله العظيم لموت نفسي. انا واقفه بتحايل عليكي بقالي ساعه، حرام عليكي يا نوسه. ان شاء الله تتحايلي العمر كله، برضه مش هوديكي. وكفايه ان انا ما قلتش لاخوكي. بقى كده؟ اه. ماشي يا نوسه. ماشي. انسي بقى الموضوع ده خالص. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ هتضيعي نفسك يا مجنونه بطلي جنان. انت مالك بيا بقى؟ مالكيش دعوه بيا. يلا بقى يا جماعه. سليمان، ما يلا يا هند. صالح، ايه مش هتيجي برضه ولا ايه؟ ما هي هند عندها مشوار قالت لك عليه. انا جاي معاك. بس كان نفسي تيجي تشوف الارض يعني. هاي هتروح معاك في يوم تاني اكيد. اه اكيد. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت، انا كنت عايزه كشف مستعجل. باسم مين حضرتك؟ هند ابو ضيف. ماشي. كام لو سمحتي؟ 200 جنيه. اتفضلي ارتاحي. ايه؟ اس هرموسا يا نازل. انا اسف، قصدي يعني احنا عندنا القوانين الشديده شويه في الموضوع ده. بسم الله ما شاء الله. بلدنا كلها حلوة، خير.
إيه سرموسا؟ إيه؟ إيه سرموسا يعني؟ إيه؟ إحنا بقى عرب، تكلمنا عرب. طب ما تتعلم شوية إسباني. بقول لك عم إيه الجملة الأخيرة دي؟ إيه سرموسا؟ إيه سرموسا؟ لا كنت بتشتكي بقى. لا 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 خالص. وراح يضب. لا والله. إيه سرموسا يعني جميلة. ماريا بيلين. اسمها حلو. مرة بلين. ماريا بيلين. ماريا بيلين. ماريا بيلين. اوعى احنا لسه ما اتجوزناش. هانت خلاص يا حبيبتي. هانت هانت ان شاء الله. بقول لك يا حبيبتي يعني مش فيش في يوم من الايام كده هتندم ان انت اتجوزتيني. انت ليه بتقول كده يا عم؟ يعني عشان فرق التعليم اللي بيننا. انت بكالوريوس وانا دبلوم، انا سواق وانت مدرسه يعني. يا احلى سواق، انا عمري ما فكرت كده. دايما بشوفك احسن مني بكتير اصلا. انا اسف. قصدي يعني احنا عندنا القوانين شديده شويه في الموضوع ده. بسم الله ما شاء الله. حلو الارض دي. بلدنا كلها حلو. خير. ايه سرموسا؟ ايه؟ ايه سرموسا يعني؟ بقول لك ايه؟ احنا بقى عرب، تكلمنا عرب. طب ما تتعلم شويه اسباني. بقول لك عم ايه الجمله الاخيره دي؟ ايه سرموسا؟ اخيبتو ايه سرموسا؟ لا كنت بتشتكي بقى. لا 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 خالص. وراح يضب. لا والله. ايه سرموسا يعني جميلة؟ ماريا بيلين. اسمها حلو. مرة بلين. ماريا بيلين. ماريا بيلين. ماريا بيلين. اوعى احنا لسه ما اتجوزناش. هانت خلاص يا حبيبتي. هانت هانت ان شاء الله. بقول لك يا حبيبتي يعني مش فيش في يوم من الايام كده هتندم ان انت اتجوزتيني. انت ليه بتقول كده يا عم؟ يعني عشان فرق التعليم اللي بيننا. انت بكالوريوس وانا دبلوم، انا سواق وانت مدرسه يعني. يا احلى سواق، انا عمري ما فكرت كده. دايما بشوفك احسن مني بكتير اصلا. اعمل ايه في امها دي؟ يعني ممكن لو حصل مشاكل تعملي مقارنات بينا. اولا المشاكل وارده في كل بيت صح؟ ثانيا انا بقيت فهماكي كويس قوي، بعرف اتعامل معاك. وثالثا كل ست بتحب السعاده وبتكون غبيه اللي بتسيب السعاده، وانا السعاده معاك انت. انت كتير عليا يا صبري. لا مش كتير، طالما انت ليا لوحدي بس ما بتلعبش بديل. الله ان شاء الله. ايه رايك؟ حلو قوي، حلو جدا. عايز اعمل نظام جديد بقى. كل اخ من اخواتي عامر وعلي وحسين اجيب له عربيه كونتينر باسم يشتغل بيها براحته، بس يبقى برضه تبع الشركه. واعمل هنا 5 ثلاجات زي ما قال الكتاب. ثلاجات؟ اه ثلاجات للتخزين وتجميد البضاعه. اه ريفريجيراسيون. طيب هتكلمنا عربي. قصدي تلاجة بتاعت فاكهة خضار لحمة. خلي بالك دي مكلفة، ربنا يقدرنا إن شاء الله. إيه رأيك يا سولو؟ حلوة. بس سيبك من موضوع التدريس ده وقت تيجي تشتغل معانا. أسوق؟ آه أركبك تريل. هتبقى إيه موسيمة؟ نقلة تقيل. تخيل أنا بحب الأفكار دي المجنونة قوي. أنا أحبك كمان يا سولو. الله. هي الارض دي. اه اوعى اكون معطله خالص، بس الشمس قربت انزل. لا شمس ايه النبي يا شمس، خليك شويه، خليني استمتع بالجمال ده. شفت الارض بتاعتنا وخيرنا، اللهم صل على النبي. انت مبسوط قوي صالح. نفسي بقى هند كانت تبقى معايا الوقت، اكيد هتفرح ان شاء الله. عايزين نروح الهيئه ديت ونشوف الطقس. طب تعالى ناخد ارقام تليفونات. مفيش ارقام تليفونات، انت تطلع على طول على الاصلاح الزراعي. تمام. اكيد هنسال ونعرف. طب يلا. اوعى اكون معطله خالص. انا مبسوط، انت مبسوط.
شكرا. أبلة يا أبلة. أيوة. مش أنتي برضو حامل وعايزة تنزلي؟ بصي أنا عندي دكتور شاطر قوي بس أجره عالي شوية، هياخد 10,000 جنيه بس هيخلصك من الهم اللي أنتي شايلاه على قلبك. وبيفتكري أختك الغلبانة بألف جنيه. بصي بقى، أنتي هتستنيني على ناصية الشارع بتاع العيادة الساعة 7 الصبح، هي ساعة زمن، وهتستريحي من الهم اللي على قلبك.